أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح تمرين اللي كنت كلفتكم تنجزوه في الحلقة الفايتة. نتمنى أنكم تكونوا كلكم نجزتوا هذا التمرين. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. كان المطلوب منكم في التمرين هو أنكم تدربوا على كتابة هذه الكلمات. وعندنا جوج ديال الكلمات، الكلمة الأولى اللي هي كسبة، والكلمة الثانية اللي هي ذات. دابا لاحظوا كيفاش كتكتب الكلمة الأولى وفي نفس الوقت غادي نقراوها. لاحظوا مزيان، كسبة كسبة، عاودوها كسبة مزيان، كسبة عاودوها كسبة مزيان. نشوفوا مرة ثالثة، كسبة عاودوها كسبة مزيان. نشوفوا الكلمة الثانية ذات، شوفوا كيفاش كتكتب ذات، عاودوا ذات مزيان. نشوفوها مرة أخرى كيفاش كتكتب ذات، كتكتب بهذا الشكل، عاودوها ذات. نشوفوها مرة أخرى ذات، عاودوها ذات مزيان. والآن من بعد ما صححنا هذا التمرين غادي نعاود ونستمعوا لقراءة جديدة لصورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة غادي ندوزوا الآن نشرحوا معاني المفردات. بسم الله على بركة الله. يقول تعالى: تبت يدا أبي لهب. تبت، الله سبحانه وتعالى كيتوعد أبا لهب باش يديه يتهلكوا ويخسر عماله. وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومراته هي أم جميل اللي هي الأخت ديال أبي سفيان، وكان كل واحد فيهم في شديد في عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم. وتب بمعنى الله سبحانه وتعالى كيخبرنا بأن الدعاء اللي دعا على أبي لهب راه أصبح حقيقة، لأن هذا المشرك فعلا تهلك وخسر في علم الله تعالى. ثم ما أغنى عنه ماله وما كسب، بمعنى أن هذا المشرك ما غادي ينفعوا لا ماله لا ولاده ولا كل ما كيملك، وما غاديش يدفعوا عليه الهلاك والخسران. سيصلى نارا ذات لهب، غادي يدخل واحد النار شديدة الحرارة وهي نار جهنم والعياذ بالله. وامرأته حمالة الحطب، ومراته أم جميل اللي كانت كتمشى بين الناس بالنميمة وكتدير أعمال سيئة جدا، كتدير بيناتهم العداوة والبغضاء والكراهية، وأعظم من ذلك كانت كتمشي الغابة وكتجيب الحطب وكتجيب الشوك وكتوضع بالليل في طريق ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء كل شيء علاش؟ باش تآذي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في جيدها، في العنق ديال هذه المرأة، اش فيه؟ حبل من مسد، واحد الحبل من ليف مفتول شديد كتعذب به في يوم القيامة. والآن من بعد ما شفنا هذه المعاني ديال هذه الصورة الكريمة غادي ندوزوا الآن نشوفوا المغزى ديال هذه الصورة. هو أن لكي آذي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكينتهك الحرمة ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غادي يجازيه الله كما جزى أبا لهب والزوجة ديالو بعذاب النار. وقبل ما ننهيو هذه الحلقة غادي نطلب منكم تنجزوا هذا التمرين اللي موجود في نهاية الحلقة 15 من الكتاب ديالكم في مادة القرآن الكريم. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. ومطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تدربوا على كتابة هاد جوج كلمات. عندنا الكلمة الأولى اللي هي امرأته، لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوها بهذا الشكل،
على هذه الحروف الباهتة، وانتم غادي تحاولوا تكتبوا نفس الكلمة إلى نهاية السطر. نشوفوا الكلمة الثانية اللي هي الحطبي، لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوها على هذه الحروف الباهتة بهذا الشكل. غتكتبوها بالتأني بشوية، خذوا خاطركم وانتم كتكتبوها إلى نهاية السطر. وهكذا أخواتي إخواني آتينا على نهاية هذه الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة، ودابا غادي ننتقلوا لمادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.